أخبار اليوم. ألف شكر للسيدة أسماء الحبشي ولكل القائمات على هذا الاتحاد وتدشين هذا الاتحاد اللي فعلا كل أجيالنا القادمة في حاجة إليه، لأنه من يقول إعلامية إن كان في الثقافة أو في الفن أو في العلم يقول مرآة صادقة لأجيالنا القادمة. الإعلامية هي الأم التي تربي، الإعلامية هي الأخت، الإعلامية هي المدرسة، هي الدكتورة، هي كل هذه الفئات الأنثوية المربية لأجيالنا القادمة. أحب أني أنا أحيي شهيدات الإعلام العربي في الظروف الصعبة اللي مرت بها بلداننا العربية. ولن أنسى صورة تلك الإعلامية المراسلة لإحدى القنوات الإخبارية التي قتلت على الهواء في العراق. فأنا أحيي كل إعلامية تحس بالمسؤولية تجاه وطنها، تجاه أجيالنا القادمة، وأقول شكرا لكم إنكم قررتوا أن تدشنوا وتؤسسوا وتؤسسنا هذا الاتحاد، وأتمنى أن كل الإعلاميات يكون بهذه المسؤولية. شكرا لكم.